السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة وبعد من أرض سيناء الحبيبة، أرض البطولات، أرض الانتصارات، أرض حرب أكتوبر المجيدة. عايزك تتفرج وتشوف فعلا إن سيناء تستحق إن احنا نضحي بدمائنا زي ما أجدادنا ضحوا بدمائهم عشانها، وإن احنا نضحي بدمائنا عشان نعمرها. فعلا سيناء تستحق. وفي ذكرى حرب أكتوبر المجيدة اللي تعاون فيها الجيوش العربية وانتصرنا فيها على الجيش الذي كان يطلق على نفسه الجيش الذي لا يقهر، الجيش الإسرائيلي، وإزاي قدرنا ننتصر عليه ونكون قوة ضد العدو، والجيش المصري أثبت بسالته ودفاعه واستمادته على أرضه، ضحوا أجدادنا بدمائهم من أجل سيناء الحبيبة. أرجو من كل عربي شريف وكل عربي أصيل، أنت كل مصري، أنك تزور مصر، تزور شرم الشيخ وتزور الأماكن السياحية كلها وتزور سيناء. وياريت النهاردة في أماكن كتير في سيناء عايز أعمار، وفيها الأراضي رخيصة جدا وفيها أبار مياه متوفرة والطاقة الشمسية متوفرة، والحكومة بتوفر إمكانيات كتير زي مدينة الطور والمدن الساحلية زي مرسى مطروح، وفي فرص صدر كمان في معظم المناطق الحكومة بتعمر. عايزين نعمر سيناء في ذكرى انتصار حرب أكتوبر، عايزين نحافظ على سيناء. سيناء جميلة، تفرج وتمتع، في أماكن كتير، ده طريق المطار، وفي أماكن تانية كتير جدا، ودي بعض الفنادق طبعا مش هنقدر نجيبها كلها، والطريق اللي بودى على المشاية، وفي فنادق تانية قبلنا كده، في فندق غزالة، والفندق التاني ده اسمه فندق مارتين جولفيل، هو بعيد طبعا، أنا بصور من بعيد شوية، وطبعا طريق المطار. طبعا الفيديو لو حقق مشاهدات وكده وتحرك انا هصور لكم في سيناء، وممكن اصور لكم اماكن سياحيه كتير. طبعا في عيون زي عيون موسى، طبعا مياه كبريتيه طالعه من تحت الارض، ده كلها مياه شفاء، وفي جبل فرعون برضو طالع من تحته مياه فيها شفاء سبحان الله من تحت الجبل، وفي اماكن كتير سياحيه في سيناء طبعا انا لا اتذكرها جميعا، ولكن في سيناء فعلا تستحق ان احنا نضحي بدمائنا، وفعلا تستحق انها تتعمر. اتفرج على جمالها واطلب كل عربي يزور مصر وتمتعوا ببلدنا، دي بلدنا وخير كتير في مصر جدا، معذرة الدول التانية والله، ان مصر تستحق فعلا ان انت فعلا تلف وتتفرج فيها وتشوف. فرصة انت مش هتخسر كتير، بس هتنزل تتفرج، ومنها بتدعم البلد وبتدعم تعمير البلد. تحية طيبة لكم، وبعد شكرا.